اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله تعلم احتراف الرياضيات، ودي الحلقه الخامسه النهارده. خليكم معنا. ودي الحلقه الثالثه في علم الجبر. لو عندي هنا عناصر او اعداد من A1 لAN، الارقام دي مترتبه زي ما انتم شايفين، بحيث ان A1 قيمه معينه، A2 قال لك ان هي تفرق عن A1 بعنصر اسمه دي او بالفرق دي، بحيث دي هو الكومن مين ديفرنس. بمعنى لما اطرح A2 ناقص A1 يديني دي، الA3 اللي بعدها عباره عن A1 الاولانيه زائد 2D، يعني لما اطرح A3 ناقص A2 يديني نفس الDD، اروح اطرح A4 من A3 يديني نفس الDD برضه، وهكذا. تمام؟ طيب، فقال لك ان مجموع الارقام دي اللي قدامك عباره عن ايه؟ مجموع من A1 لN، لان انت بتجمعهم. طب انا هقعد اجمع كده؟ طب نفترض ان انا عايز من واحد مثلا لرقم كبير جدا، اعمل ايه؟ فقال لك خد مباشره الحد الاول والحد الاخير واجمعهم على بعض، اضربهم في ان في عددهم واقسمهم على 2. ده بمين؟ بدلاله العنصر الاول وعنصر مين؟ الاخير. ممكن بدلاله العنصر الاول بس والديفرنس، يبقى اقول 2 A1 زائد افتح قوس ان ناقص 1 في الدي، الدي هو الديفرنس، خلي بالك الديفرنس بالاعداد دي ثابت، الكل مضروب في ان على 2. لو النفس عندي عناصر ثانيه بس العناصر هنا في نسبه ثابته في حاله الضرب، يعني A2 دي عبارة عن A1 مضروبة في Q، والA3 عبارة عن A2 مضروبة في Q، الA4 عبارة عن A3 مضروبة في Q، لكن العنصر الأول مضروب في قيمة ثابتة وإداني العنصر الثاني، العنصر الثاني ضربته في قيمة ثابتة إداني العنصر الثالث، وهكذا لغاية مين N. طيب، يبقى الA2 عبارة عن A1 في Q، الA3 A1 Q تربيع، لأن هي بتبقى A2 مضروبة في Q، عوض بA2 يطلع لك A1 Q تربيع، وهكذا. طب لو انا عايز المجموع اجمع العناصر كلها، طب هجمع العناصر كلها لو كانت الارقام كبيره؟ لا، اجمعها بالطريقه دي، اقول العنصر الاول اللي اسمه A1 اضربه فيه افتح قوس او اعمل علامه كسر كيو اس ان ناقص 1 على كيو ناقص 1، بحيث الكيو هي مين؟ الريشيو عندك، خلي بالك لازم الكيو لا تساوي الواحد، عشان لو سوت الواحد المقام ده هيبقى بصفر، يبقى ده ايه؟ كميه غير معرف، فبالتالي لازم الكيو لا تساوي الواحد، يعني ما ينفعش تبقى هنا 1 اضربها في 1 تبقى 1 1 1، الكلام ده مش صحيح. طب لو كانت الكيو بتساوي 1 كلهم متساويين، يعني 2 2 2 2 نفس النسبه اهي، لان 2 اضربها في 1 يديك 2، 2 اضربها في 1 يديك 2، 2 كلها 3 كلها، يبقى اعمل ايه؟ خد اول عنصر اللي هو الاثنين اضربه في عددهم ان وخلاص، ده في حال الكيو بتساوي 1. لو انا عايز اجمع متسلسله عندي من 1 لان، بس خلي بالك 1 2 3 وهكذا، اعمل ايه؟ قال لك الان مجموعهم، يعني ان افتح قوس ان زائد 1 على 2، بحيث الان هو عدد، ده في حاله ان انت بتبدا ايه؟ 1 2 3. طب انا بادئ من 1، طب لو انا عايز ابدا من قيمه ثانيه مثلا 5 6 7 8 وهكذا، يبقى ده بدايه الرقم اسمه بي، اللي بعده يبقى بي زائد 1 وهكذا لغايه كيو، خلي بالك انت ايه بتبدا بالتسلسل 5 6 7 وهكذا، يبقى قال لك ايه؟ كيو زائد بي، العنصر الاول والاخير اجمعهم على بعض افتح قوس، الاخير ناقص الاول اجمع عليه 1، اقسم الناتج على 2 يديك مجموعه. طب لو عايز اجمع الاعداد الفرديه من 1 1 زائد 3 زائد 5 وهكذا لغايه 2 ان ناقص 1، خلي بالك 2 ان ناقص 1 ده عدد فردي برضه، يعني وليكن 9 11. تمام؟ فقال لك المجموع ده عباره عن ان تربيع. طب انا اجيب ان ازاي؟ وليكن هنا في الرقم 9، انا عايز اجمع من 1 ل 9 الاعداد الفرديه، يبقى تقول لي 9 بتساوي 2 ان ناقص 1، ما العلاقه دي تحصل على ان، تاخد الان تربعها يبقى جبت المجموع. عندك 2 4 6 بجمعهم طبعا ل 2 ان، 2 ان ده عدد زوجي، يعني 2 اضربها مثلا في 10 يديك 20، يبقى عايز اجمع من 2 ل 20 الارقام الزوجيه، يبقى هتقول كده ال 20 هتساوي 2 ان، يبقى ال ان تساوي 10، يبقى عندك ال ان وافتح قوس ان زائد 1، اضرب الاثنين في بعض يديني مجموع المتسلسله اللي قدامك دي. طب لو انا خدت الارقام التسلسل الطبيعي اللي فوق ده بس تربعته، يعني 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 3 تربيع وهكذا لغايه ان تربيع، وعايز مجموعهم اعمل ايه؟ قال لك عباره عن ان في ان زائد 1 في 2 ان زائد 1 على 6، بحيث ان ده مين؟ اخر رقم بس تجيب له الجذر، خلي بالك من دي، اخر رقم بس تجيب له الجذر. طب نفس الارقام دي عايز اكعبها واجيب لها المجموع، تبقى ايه؟ ان تربيع على ان زائد 1 الكل تربيع على 4، الان ده احصل عليها ازاي؟ اخر عنصر هات له الجذر التكعيبي، يبقى ان تكعيب ده العنصر الاخير، هات له الجذر التكعيبي. طب لو عندي الاعداد الفرديه هنا بس هربحها، يعني 1 تربيع 3 تربيع 5 تربيع وهجيب المجموع لغايه 2 ان ناقص 1 تربيع، زي مثلا 9 تربيع، هجيب المجموع ازاي من العلاقه دي؟ احصل على ان ازاي؟ تاخد العدد اللي هنا تمام وليكن 9، هتجيب له الجذر هيبقى 3، يبقى 2 ان ناقص 1 هو اللي بيساوي 3، يبقى منها تحصل على الان تعوض بيها في العلاقه دي. طب عايز نفس الاعداد الفرديه، عايز اكعبها من 1، خلي بالك البدايه 1 اكعبها، يبقى نفس النظام تعوض في العلاقه دي.
طب لو انا من 1 2 3 لغايه ان عايز اخليها اس 4 اعمل ايه؟ تعوض في العلاقه دي، بس خلي بالك ان اس 4 ده العنصر الاخير، يبقى تجيب له الجذر الرابع يعني جذر اس 4 القيمه اللي تطلع هنا، وقتها تحصل على ان تعوض في العلاقه دي. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبتكم، لو عندكم اي استفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وشكرا جزيلا.